السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل بقية الحروف. آخر مرة خدنا الحرف الجيم، طبعا زي ما عودناكم ان احنا بنراجع الحروف القديمة الأول، بعد كده ناخد حرف جديد. طيب هنكتب الحروف اللي احنا هنراجع عليها، اللي هو الألف والب والت والس والجيم. قلنا الجيم اللي هو بيتكتب اللي هي نون مقلوبة، وبنعمل شرطة كده دي. طيب احنا دلوقتي هنراجع الحروف، طالما لازم نشوف الطفل الاول حافظ الحروف القديمه قبل ما نديله حرف جديد، اللي هو تعالي يا نور، يلا يلا. ده حرف ايه؟ الف ب ت س ج. جيم، شاطر. طيب هنكتب حرف الالف ازاي؟ يلا اكتبي. طيب وده ب، اكتبي يلا ب هنا. وده ت، اكتبي يلا ت هنا. ده ايه؟ س، اكتبي هنا. ده ايه؟ جيم. جيم، يلا نكتب جيم هنا. اكتب. شاطر. طيب هناخد النهارده حرف جديد اللي هو الحاء. طيب دلوقتي هناخد حرف الحاء. حرف الحاء زي الجيم بالظبط، بس ما بنحطش نقطة. زي ما هي اتعودت تكتب حرف الجيم، اكيد هتكتب حرف الحاء برضو ايه لوحدها، اللي هو كده نون مقلوبه ونعمل شرط. ده حرف الجيم، يبقى حرف الحاء زي كده ما بنحطش نقطه. حرف الحاء ما بنحطش نقطه، حرف الجيم بنحط نقطه. طب يلا يلا يا نور تعالي. ده ايه؟ جيم. وده حاء. حاء. طيب لا، نكتب حرف الحاء زي ما عودناكم، هنكتب الاول بالنقط بعد كده هنكتب ايه لوحده. طيب يلا تمشي على النقط. ده حرف ايه؟ ح. ح. طيب هنكتب حرف الحاء زي ما كتبنا حرف الجيم، اللي هو كده يا نور طبق مقلوب وشرط، مفيش نقطة. طبق مقلوب وشرط. ده حرف ايه الحاء؟ حاء. 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 يلا نكتب. لا، نعمل على الجنب كده كده. زي ما كتبنا حرف الجيم. بصي كده. ده حرف ايه؟ حاء. حاء. يلا نكتب واحد تاني. حرف ايه؟ حاء. شاطر. طيب زي ما عودناكم ناخد على السبوره ونتعلم كتابه وقرايه، هنتعلم برضو في الكراسه. الكراسه اللي هو بيراجع على القديم برضو بياخد الجديد، بيعرف اللي هو مثلا الحرف ولو قدامه رسمه قدامه تلوين اي حاجه. طيب دلوقتي ده حرف ايه يا نور؟ الف اسد، ب بوتو، ت سيحه، س ثعلب، جيم كامل، حا حمار، حا
حمار. شاطرة. ح حمار. حمار. ح حمار. حمار. طيب احنا خدنا النهاردة لغاية حرف ايه؟ الحاء. هنكتبه برضو في الكراسة، يتعود برضو يكتب حرف الحاء ازاي، او زي ما كتب حرف الجيم يتعود برضو يكتب حرف الحاء. طيب زي ما عودتكم برضو ان احنا بنكتب بالقلم الجاف والطفل بيكتب بالقلم الرصاص. هل الطفل مثلا كتب على السبوره وحسيت ان الحرف تقيل عليه بيكتب صفحتين، لو الحرف خفيف وكتبه سهل وحفظه بيكتب صفحه واحده قبل ما بينام بساعه مثلا او نص ساعه، بحيث ان هو لو خد الحرف الصبح بالليل الحرف بيكون ثابت معاه، بيصحى تاني يوم بياخد حرف جديد ويرجع الحرف القديم. احنا خدنا النهارده حرف ايه؟ الحاء. بيكتب طبعا ايه؟ 3 مرات في الصفحه الواحده حرف الحاء. طيب استنونا ان شاء الله بكره حرف جديد ونتعلم ازاي برضو نكتب الحروف بطريقه سهله.